عايزين نعرف ايه المكاسب الاقتصاديه اللي هتعود على مصر من خلال اتفاقيه البريكس. ناس كتير بتتكلم لكن الناس دي مش فاهمه تحديدا ايه اللي هيحصل وفي وقت قد ايه وهتعفينا من اشياء كانت علينا عامله ازاي. طبعا يعني انضمام مصر لمنظمه البريكس طبعا بتعود مكاسب كتيره طبعا سياسيه واقتصاديه، لكن يعني من الناحية الاقتصادية طبعا وجود مصر في مجموعة يعني كبيرة بهذا الشكل طبعا هتساعد في جذب طبعا استثمارات كتيرة جوه مصر. طبعا من ناحية التجارة برضو مصر بينها وبين دول بريكس تجارة برضو يعني ليست بقليلة، فطبعا يعني ده من شأنه طبعا ان هو يزود التجارة مع هذه الدول، وايضا طبعا ممكن يجذب تجاره مع دول اخرى. من ناحيه طبعا الدولار، طبعا استخدام العمله المحليه في التجاره ما بين الدول طبعا من شانه طبعا ان هو يقلل الطلب على الدولار، طبعا يقلل طبعا من هيمنه الدولار، وطبعا هيخفف من الطلب او تدبير العمله الاجنبيه، فطبعا ده هيكون مكسب كويس. ومن ناحية تانية طبعا بنك التنمية الجديد طبعا هيساهم في الـ يعني القروض والمنح طبعا بشكل كبير، وده هيعفينا طبعا من الشروط اللي تعد برضو قاسية من صندوق النقد الدولي، واللي طبعا في بعض الأحيان بتتطلب انه يخفض قيمة العملة يعني.